طيب نروح للمسا واللي بتتكلم برضو عن مباراة اليوم، وقالت ان الليلة في بتروسبورت الاهلي عينه على المركز الثاني، وزي ما قلت لحضراتكم في البداية ان الاهلي لو فاز في مباراة اليوم هيوصل للمركز الثاني متساوي مع فريق بيراميدز برصيد 45 نقطة ان شاء الله باذن الله. في حالة فوز النادي الاهلي بثلاث نقاط هيبقى ان فريق بيراميدز لعب اكتر من الاهلي ثلاث مباريات، فبالتالي من هنا جاي اهميه هذه المباراه ان انت بتخطو خطوه جديده في سباق المنافسه وتوصل للمركز الثاني ان شاء الله. نتمنى ان ده اللي يحصل النهارده. ويعني بيتكلموا المسا بالتحديد ان مستر مارتن لاسارتي هيبتدي المباراه مهاجم من البدايه، وده مش حاجه جديده يعني، ده طبيعي ان النادي الاهلي بيبتدي اي مباراه بشكل هجومي لان النادي الاهلي ما بيلعبش غير على هدف واحد واحنا كلنا عارفينه هو الانتصار. ومستر مارتين لاسارتي مدرك هذه الجزئيه بشكل كبير جدا بالتحديد محليا، هو ممكن يكون افريقيا في المباريات اللي خارج ملعبنا لسه الراجل مش عارف الشخصيه الكامله للنادي الاهلي في اهميه الفوز في اي مباراه سواء بتلعب في اي مكان في افريقيا او تلعب على ارضك، لكن هو الراجل اكيد مدرك مدى حجم وجماهيرية النادي الأهلي ومطالبة الجماهير دايما بالفوز، فشيء طبيعي ومنطقي جدا النهاردة مستر مارتن لاسارتي يهاجم من البداية، وخصوصا بعد الموقف اللي أنا بقول لحضراتكم عليه إن إحنا لازم إن شاء الله بإذن الله الفريق يفوز النهاردة عشان يخطو خطوة جديدة عفوا خطوة جديدة في بطولة الدوري العام ويوصل للمركز الثاني.